اهلا وسهلا بيكم كل الاخوه الاخوات الموجودين. انا سعيد النهارده اني بقدم لكم المحاضره برعايه شركه ايكويتي جلوبال ماركتس. انا معاكم محمد جهمي، محلل ومدير محتوى في مجموعه ايكويتي. ان شاء الله في محاضرتنا النهارده هنقدم القواعد الذهبيه في سوق العملات. في القواعد الذهبيه دي هنتعرف النهارده على اهم النصايح والقواعد اللي قدمها المحللين الكبار واشهرهم واشهر الكتاب عالميا، بحيث ان احنا نتعلم من اللي انتهوا عنده الاخرين. هنبتدي النهاردة عند أول واحد من القواعد الذهبية لجيسي ليفرمور. مين هو جيسي ليفرمور؟ جيسي ليفرمور هو اتولد سنة 1877، ده كان متداول أمريكي اشتهر دايما إن هو بيحقق مكاسب وأرباح ضخمة في سوق أسواق المال في الفترة دي. كانوا بيلقبوه بالدب الكبير بسبب إنه دايما كان عنده عمليات بيع مكشوفة كبيرة، شورت سيلينج يعني للبيع، بيحقق منها أرباح ضخمة. وليه أشهر عملية حققها في السوق في الفترة دي كان لبيع الأسهم على شركة اسمها يونيون باسيفيك، دي شركة لسكك الحديد. حقق في العملية دي بس 3 مليون دولار في الوقت ده. طبعا 3 مليون دولار في الوقت ده يعني بأضعاف الأرقام دي حاليا، يعني ممكن تتعدى مثلا 200 مليون أو 300 مليون دولار. بداية عمله في أسواق المال كان من عنده وهو من سن 14 سنة. حقق نجاح في انهيار السوق سنة 1929. في الفترة دي حصل انهيار للأسواق كلها، هو كان من أشهر الناس اللي توقعت بالانهيار ده قبل حدوثه، وحقق أرباح وصلت ثروته في الفترة دي لمئة مليون دولار، طبعا دلوقتي بتساوي مليارات. كان عنده بقى نصايح جيسي ليفرمور، ودي اللي احنا النهاردة موضوعنا، ان احنا هنتكلم على النصايح اللي كان بيقدمها أكبر متداولين في الأسواق. أول نصيحة ليه بيقول: من الأخطاء القاتلة في المضاربة محاولة تحسين سعر مركز خاسر، بع دائما ما هو خاسر واحتفظ بما هو رابح. بمعنى يعني ما لو أنت عندك عملية خسرانة ومثلا السعر عاكس عليك وليكن 100 نقطة، ما تجيش تعدل السعر وتشتري بمستويات اقل، تقول املا ان انا ان السعر هيرجع لمستويات افضل فانا اشتري واحسن السعر. لا، هنا بيقول لك لا، انت تتعامل على كل صفقه لوحدها، ما تحتفظش بصفقه خسرانه وتزود فيها حجم عقودك بشكل اكبر على امل ان السعر هيعكس تاني ويحقق ارباح. ده غلط. فانت الافضل تفصل كل صفقه لوحدها، احتفظ بالرابح اللي هو بيقول هنا، بيقول احتفظ بما هو رابح، قصده فيها ان انت تحرك وقف الخسارة بتاعك بمجرد ما الصفقة بتحقق ربح، يعني تحريك الوقف. بمعنى أنا وليكن ربحي 100 نقطة والسعر اتحرك 70 أو 80 نقطة، ما أقفش أتفرج على الصفقة وممكن تعكس عليا، لأ حرك الستوب بتاعك بدل ما هو كان مثلا على الدخول، لأ يعني بدل ما هو كان وقف خسارة وليكن 20 نقطة مثلا، لا انت حاول تحرك الوقف ده ان هو يبقى مثلا بربح 20 30، برغم ان الصفقه كسبانه 70 80، انت شايف ان الصفقه هتحقق ارباح اكبر، ممكن تصبر معاها اكبر وتعلي الوقف بتاعك بشكل اكبر. تاني نصيحه بيقولها لنا: اذا شعرت انك تعتمد على الامل في اي عمليه متاجره فاخرج من السوق فورا. بمعنى ايه؟ دخلت صفقه وانا محتار مش عارف احتفظ بيها ولا اطلع، هل ان السوق هيكمل في اتجاه الصفقه اللي انا محدده ولا انا الرؤيه مش واضحه، او ان انا متشبث ان الصفقه ممكن تجيب الهدف بتاعي وهي عكس عليه. انت لو حسيت الاحساس ان انت معتمد على الامل مش معتمد على رؤيه واضحه في دخولك لكل صفقه، انت هنا بتقفل الصفقه حتى لو بخساره بسيطه. لازم تكون الصفقه اللي انت داخلها او فاتحها لازم تكون متاكد من الاتجاه اللي جاي، لك رؤية واضحة في دخولك للصفقة دي قبل ما تدخلها. ليه النصيحة تالتة بيقول لنا ايه: الطريقة الصحيح لبناء ثروة كبيرة ان تدخل في الوقت الصحيح، والاهم من الشراء باسعار رخيصة هو الشراء في الوقت المناسب. يعني مش معنى ان الاسعار تبقى قليلة معنى ان دي صفقة كويسة ان انا اشتري مثلا، لا انت السعر القليل ده ممكن يقل اكتر ممكن يقل اكتر، ومش معنى ان السعر ابتدى يطلع او حقق صعود كبير ان انا ابيع بقى هنا، لا هو السعر ممكن يكمل، هو اتجاهه صاعد،
في مشتري، في ناس بتشتري في العملات دي او في العمله دي، او لو منتجات ذهب او فضه او في مؤشر او سهم، ايا كان المنتجات اللي انت بتشتغل عليها. فلازم يكون لك رؤيه واضحه انت داخل ايه اسباب دخولك، ما تتخليش السوق هو اللي يحركك، لازم انت اللي تكون لك يعني اسلوب في التجاره انت محدده قبل دخولك للسوق. هنيجي نتكلم عن تاني واحد من اهم المحللين ومن اهم المضاربين اللي حققوا ارباح في نفس الفتره، محلل اسمه ويليام ديلبرت جان. اكيد كلكم يعرف طبعا طرق جان اللي ماليه المواقع وماليه ناس كتير حاولت تتوقع ايه هي طرق جان. جان ده مواليد 1878، ده محلل اهتم بالعامل الزمني وتاثيره على اتجاهات السوق ونفسيات المتداولين. كان بيهتم باكتر حاجه عامل الزمن مش السعر، يعني كان بيتوقع امتى الزمن اللي هيجي عنده السعر يتغير او يكمل اتجاهه. كان دايما بيحلل عوامل الزمن. كان بيتميز انه بيكسب في اشد حالات السوق. كان مشهور انه بيكسب دايما في اشد حالات السوق، واشد الحالات اللي بيحصل فيها تذبذب للسوق كان هو بيقدر يحقق ارباح كبيره، بسبب ان بيبقى فيه في الوقت ده تذبذبات بتحصل في السوق بشكل كبير هو كان بيتوقعها قبل ما تحصل. وحقق ثروه في خلال تداولاته في الفتره دي حوالي 50 مليون دولار. هو اتولد سنه 1878 وتوفى عام 1955. قبل ما يتوفى كان وصلت ثروته لحوالي 50 مليون دولار. كانت عملياته الكسبانه اكتر من العمليات الخسرانه بنسبه 85%، يعني كان محقق نسبه عمليات رابحه 85%. سنه 1929 في نفس الفتره اللي اتكلمنا عليها في المحلل اللي قبله، كان بيقولنا ان حصل ازمه اقتصاديه او كارثه اقتصاديه. هو كان من اول الناس اللي توقعوا بالانهيار الشديد ده قبل ما يحصل. تداولات جان او طرقه محدش عرفها بالظبط لان هو ما شرحهاش بشكل مباشر، يعني دايما هو كان بيعتمد على الارقام وعلم الرياضيات والفلك، وكان عنده طريقه اسمها مربع التسعه، بس ما كانش في كتاب بيشرح الطرق دي بشكل واضح. هي كانت الناس بتحاول تحلل الصفقات اللي دخلها بعد كده، لكن ما فيش طريقه معينه او ثابته تقول ان هو كان بيشتغل ازاي، لان في طرق كتيره الفتره دي منتشره في مواقع كتير ومنتديات ان دي كتب هو كتبها او ان هو شرح الطريقه، بس الكلام ده كله مش صحيح. هما كل اللي موجود كان عنده مجرد حاجات، يعني كان كتب خارج، يعني ورق بيكتب فيه حاجات مبهمه، محد ما فسرش هو بيعمل ايه بالظبط. وكانت الناس بتحلل الكلام ده وتتوقع بناء عليه. اول النصايح اللي قالها نصايح ديلبر جان، ليه نصايح كتيره جدا. هنتكلم على اول نصيحه، قال لا تخاطر باكثر من 10% من راس مالك، بمعنى ان انت ما تجيش تدخل بالمحفظه بتاعتك وليكن في صفقه ب 50% او 70%، ان انت لو خسرت تخسر 50 او 70% من حسابك. كان بيقول لا، لازم تنوع المحفظه، لازم تاخد اكتر من منتج تشتغل فيه، واكتر خساره ممكن تتعرض لها في حسابك هي 10% بس. عشان كده دايما بنقول لازم ما تجازفش بحسابك كله، لازم تقسم ويكون لك اداره راس مال لكل صفقه لا تتعدى 10%. في نصيحه تانية بيقولها، لا تتبع اسلوب التبريد او التعزيز. معنى كلمه التبريد او التعزيز ان انت صفقه وليكن خسرانه ورجعت حققت خساره مثلا، وانت عايز تشتري فيها تانية بامل ان السعر هيرجع الصعود، فانت عايز تحقق نسبه اكبر، فده غلط. والعكس التعزيز، ان السعر برضو طلع لفوق وانا عاكس عليا، فانا عايز اكبر الصفقه في ان انا احقق ربح اكبر، ده برضو غلط. لازم تتعامل مع كل صفقه لوحدها، ما ينفعش تخلص صفقاتك مع بعض. فما فيش اسلوب لا تبريد ولا تعزيز ولا اسلوب تحسين المتوسط، كل الكلام ده بيقول ان انت ما عندكش خطه واضحه للشغل بتاعك. لازم يكون لك طريقه معينه انت شغال عليها، ما ينفعش تغيرها بالتحايل على السعر، ان هو السعر عكس عليا فانا هشتري اكتر بحيث ان السعر هيرجع، لا الكلام ده كله مش صح. وكان عنده قاعده ذهبيه اسمها وقف الخساره، ما ينفعش تغير موقفك في الخساره، ما ينفعش تغير موقفك من الصفقه بعد ما دخلت. بمعنى ايه؟ انت دخلت صفقه، لازم تحدد وقف الخساره بحيث ان انت تحافظ على راس مالك، وليكن انت هتخاطر ب 10%.
خلاص انا الصفقه دي دخلتها فهحدد 10% من الحساب خساره، دي اقصى نسبه تقدر تخسرها. ما تجيش ان الصفقه لو عكست 6 او 7% اكبر ال 10 دول اخليهم 15 20 بدل ما السعر يقفل الصفقه، لا ده بيقول لك غلط. ما تغيرش رايك بعد ما دخلت الصفقه، مجرد تغيير رايك بعد ما انت دخلت الصفقه ده معناه ان انت يعني السعر او نفسيتك مش متزنه، انت كده داخل السوق هو اللي بيحركك، لازم انت اللي تكون تقدر تتوقع السوق وانت اللي تحط الافتراضات والاحتمالات اللي ممكن تحصل، ما تخليش السوق هو اللي يفرض عليك احتمالاته. في النصيحة التانية اللي بيقولها، لا تقم بالبيع او الشراء بسبب ان الاسعار مرتفعة ام منخفضة، ركز على القيمة الحقيقية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مش معنى ان السعر طلع ده معنى ان كده خلاص بقى سعر حلو للبيع، لا، ركز على قيمة الشيء ده. السوق اللي بيحركه المتداولين ممكن لو وليكن عملة اتحركت 200 نقطة او 300 برجان، لا تقم بتكبير حجم عقد بعد الخسارة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لو حققت خسارة في صفقة ما، في ناس بعد الصفقة اللي بيحقق فيها خسارة ان هو زي ما بنقول بيعند على السوق، عايز الصفقة اللي بعدها انه يدخل بعقد اكبر عشان يعوض الخسارة. الكلام ده غلط، ده بيدمر الحساب تقريبا. ما ينفعش تكبر الصفقة بتاعتك بعد ما حققت خسارة، ده غلط. انت اولا مش معنى ان انت حققت خسارة معنى ان انت طريقتك غلط او صفقتك غلط، انت لازم تتقبل الخسارة وده هنقوله بعد كده، بس كل الفكرة ان انت لازم تتحكم في نفسيتك وانت بتشتغل. فهنا بيحذر من ان انت ما تكبرش عقودك اول ما بتحقق خسارة. في التوصية اللي بعدها او النصيحة اللي قالها، لا تتبع التوصيات. يعني ايه؟ في ناس بتتبع توصيات المحللين سواء على تويتر او في المنتديات او في مواقع بتبيع التوصيات دي، كل ده غلط. انت كده معتمد على غيرك، ما بتكونش وجهة نظر، عمرك ما هتتعلم من السوق. انت لازم تتعلم، معنى ان انت تتعلم حتى لو بتخسر فده تعليم ليه. يعني معنى ان انت حققت خسارة فانا كده مش ه... يعني غلط، انا لو اتبعت التوصيات افضل، ده غلط. انت لو حققت من التوصية مكسب مرة او اتنين او تلاتة، انت كده بتتبع واحد اعمى، انت مش عارف مين اللي مديك التوصية ده، هل التوصية دي بتاعته هو بناء على رؤيته او وجهة نظره ايه، او بناء على ان هو بيحلل السوق بانهي منظور من وجهة نظره. فانت الافضل ان انت لازم تكون وجهة نظر، حتى لو هتحقق خسارة في الاول بسيطة، لازم تتعلم، ما تتبعش توصيات حد. زي ما قلنا ان هو دايما بيعترف بيقول، متى ما عرفت كيف تستخدم الوقت مع السعر فأنت كيف تتاجر. دي دايما هو يقول كده، بس ما تفسير الجملة دي او تفسير ان متابعة السعر متابعة الوقت وعند وقت معين هيتغير السعر، لحد النهاردة بالظبط محدش حلل الطرق بتاعته بالظبط ايه. في طرق كتيرة مكتوبة حاولت الناس تستكشفها او تستنبطها من العمليات اللي فاتت، لكن في الحقيقة فعلا محدش، او في برامج كتير برضو جديدة نزلت وبتتباع على النت على ان دي برامج جيلبرت جام، بس كلها مش صحيحة، كلها تخمينات وتوقعات بس الطرق، لانه هو كان دايما بيعتمد على الوقت اكتر من السعر. النصايح اللي بعد كده قالها، كان بيقول دايما تعامل مع الاسواق والمنتجات النشطة فقط، بحيث ان انت تقدر تدخل وتخرج من العمليات بسهولة. في منتجات كتير في سوق، سواء احنا بنتكلم على سوق بورصة العملات او بنتكلم على سوق بورصة الاسهم، فانت في منتجات او في اسهم او في ايا كان المنتج اللي انت بتشتغل عليه، هيبقى في حاجات منهم مش نشطة، يعني تداولاتها ضعيفة. زي ما اتكلمنا على ان الاسواق، زي ما قلنا ان المنتجات النشطة فقط هي اللي حاول تشتغل عليها، بحيث ان انت تعرف تتحرك فيها او تذبذبات حركتها تقدر تكسب منها. حاول تبعد عن الاسهم اللي فوليومها قليل او العملات اللي تحركاتها ضيقه جدا. في نصيحه تانية بيقولها لنا، كن على استعداد لكسب الربح باي اتجاه للسوق سواء هابط ام صاعد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت متوقع ان السوق هيطلع وليكن السعر عكس عليك وقفل على وقف خساره ومتبع كل النظام ده، طيب مش معنى ان السوق عكس وهيبتدي، حول اتجاهه ان انت تقف تتفرج على السوق، ما تكونش مرن معاه. يعني مش معنى ان السوق طالع بقوة او السوق هابط بشدة ان انا ابعد عن السوق، لا، لازم تكون مرن معاه، اتبعه، لازم تكون على استعداد لاي موقف هيحصل.
لازم تحط سيناريوهات لكل اللي هيحصل في السوق. بعد كده القاعدة اللي بعدها بيقول تجنب الكثير من المعاملات في تداولاتك بدون سبب واضح للدخول. دي قلناها قبل كده، ان انت لازم قبل اي صفقة تقول انا داخل ليه، وقف خسارتي فين، التارجت بتاعي امتى. لو انت ما حددتش الثلاث حاجات دي وشفت ان السعر بيطلع، فتحت البرنامج الميتا تريدر الصبح لقيت ان وليكن اليورو دولار طالع 500 نقطة، فانا هنا في ناس بتخش خلاص انا شايف ان هو هينزل مستحيل هيكمل، لا ده غلط. انت لازم تكون داخل، انت عارف داخل الصفقة دي انت شاري فين وهتبيع فين وهتوقف الخسارة ايه وايه سبب الدخول. لو انت حسيت ان انت ما حددتش اهدافك او حددت اسباب الدخول يبقى انت داخل غلط، حتى لو حققت ربح. يعني مش معنى ان انت دخلت وفعلا السوق حقق لك ربح معنى ان انت صح، عشان كده دايما بيقولوا ان الخسارة هي اللي بتعلم. اول ما هتيجي تحقق خسارة هتقف وتقول انا ليه حققت خسارة، ايه الاسباب. لازم تكتب دايما تفسير لكل صفقة دخلتها سواء كسبت او خسرت، مش معنى ان انت كسبت معنى ان انت صح على طول الخط. لازم برضو تقول ايه سبب المكسب والخسارة، نفس الموضوع تحدد ايه سبب الخسارة. النصيحة اللي بعد كده بتتكلم على السكالبينج. السكالبينج ده ان انت تدخل عمليات باحجام عقود كبيرة وبتارجتات او باهداف صغيرة. الموضوع ده عشان تعرف تتاجر بالسكالبينج ده صعب شوية، يعني لازم تبقى يعني متمرس جدا في السوق. فالموضوع ده خلي بالنا منه انه مش لاي حد، وفي الغالب هو بيدمر الحساب. يعني حتى لو كنت خبير في السوق وكنت فعلا عندك رؤية واضحة للسوق وبتعرف تتريد بالسكالبينج، فبرضه تكون حذر منه، او تشتغل مثلا بحساب صغير بجانب الحساب الاساسي بتاعك، لان هو بيحذر منه ان ده مسيره ان هو هيدمر الحساب بتاعك. في حاجة تانية بيقولها لنا لا تدع الربح يصل إلى الخسارة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنت وليكن دخلت شراء في اليورو دولار، حلو، والصفقة كسبانة معاك 200 نقطة، كسبان 200 نقطة، لكن أنت هدفك أصلا 300 نقطة. ما تقفش تتفرج على الصفقة إنها ممكن تعكس من ال 200 وتخسرك، لا، لو هي وصلت ل 200 نقطة حاول تحرك وقف الخسارة بتاعك معاها، اسمه الوقف المتحرك. يعني بدل ما انت كان واقف الخساره بتاعك 50 نقطه او 100 نقطه من الدخول، لا خليه 50 نقطه ربح 70 نقطه ربح. لازم تحرك وقف الخساره بتاعك بحيث ان الصفقه لو عكست ما تضيعش كل الربح اللي انت حققته. هو ما حققتوش فعلا بس توقعك كان بنسبه كبيره صح، ان السعر وصل للصعود كبير. عشان كده دايما نقول حرك وقف الخساره بتاعك لاعلى. لا تحاول تخمين قمم وقيعان السوق. هو هنا رؤيته ان السوق مش معنى ان ما تدخلش هدفك انا عايز اوصل ادخل من القاع او ادخل من القمه، ما تخشش من القاع شراء او من القمه بيع. ما تخليش اكبر همك في السوق هو الدخول الشراء والبيع من القمم او القاعان، لا، انت ممكن تدخل صفقه في اثناء الاتجاه لكن هي صفقه صحيحه، لان دايما هنا السوق بيبقى في بعض الاوقات في عشوائيه شويه وفي يعني تضاربات كتير في الاسعار، فانت حاول دايما وقف الخساره هو اللي هيكون اهم حاجه عندك. عشان كده بيقول لك ما تركزش ان انا احقق ادخل من القمه او القاع قد ما انت تدخل في الوقت الصح للصفقه. في اخر نصيحه بيقولها لنا لا تقم بالدخول في الصفقه الا وانت متاكد من اتجاه السوق. بمعنى انت دخلت صفقه بس مش واضح بالظبط ايه سبب الدخول، او يعني اسباب الدخول على الطريقه اللي انت متبعها مش 100%. لو انت شكيت في الصفقه دي ما تدخلش احسن. يعني لو انت شكيت في صفقتك اثناء ما انت هتدخلها حاول ما تدخلش الصفقه افضل. في هنا برضو في نفس النصيحه قال لك يجب الخروج فورا اذا شعرت بعدم تحديد الاتجاه او الشك في صفقتك اذا دخلت في السوق في الوقت ده. بمعنى ان انت برضو لو شكيت في الصفقة ما تحاولش تفضل فيها. الكلام ده الناس كتير بتقعد تنتظر ان السوق ايه اللي هيحصل وانت جوه، طول ما انت جوه انت كده تحت رحمة السوق. في وقت من الاوقات حسيت نفسك انا مش متوقع ايه اللي ممكن يحصل، افضل الطرق ان انت تخرج. يعني افضل حاجة انت عارف ايه العواقب اللي هتحصل عليها ان انت تخرج من الصفقة، لكن اثناء ما انت بتدخل انت كده بقيت تحت رحمه السوق. لازم تكون حاطط كل احتياطاتك، وقف الخساره، ايه اللي هيحصل لو السعر طلع، ايه اللي هيحصل لو السعر نزل،
ده كله لازم تحدده قبل الدخول. بمجرد ما قفلت الصفقه انت كده بره السوق، انت كده مش هتخسر حاجه، خلاص انت عارف ايه مصيرك بعد كده. فانت اهم حاجه تكون متاكد من الاتجاه بتاع السوق ايه، او رؤيتك ليه ايه. هنتكلم بعد كده عن القواعد الذهبيه لجورج سوروس. طبعا اكيد انتوا عارفين اغلبكم يعني عارف مين جورج سوروس، وقد ايه هو مضارب معروف لحد دلوقتي، وعنده كتير من التصريحات اللي بتحرك السوق. جورج سوروس هو مواليد سنة 1930، كان بيلقب بالراجل الذي كسر بنك انجلترا. الراجل ده سنة 1992 ضارب على الجنيه الاسترليني، وربح بس في يوم من صفقات بيع على الجنيه الاسترليني اكتر من 2 مليار دولار في عمليات بيع في يوم واحد. ان البنك انجلترا نفسه، بنك انجلترا نفسه حاول ان هو يصد البيع اللي كان بيحصل في السوق، معرفش، بسبب كانت رؤيته الصحيحه في الوقت ده، توقعاته ان هو كان السعر هينزل. فمش بس هو اللي كان بيبيع، كان في ناس متداولين كتير او متاجرين كتير على نفس رؤيته، بس هو اكتر عميل او اكتر متاجر في الوقت ده حقق ربح اكتر من 2 مليار دولار في يوم واحد. وبرده من وسبب ازمه طبعا لبنك انجلترا في الوقت ده. وبرضو حقق تاني برضو أزمة للنمور الآسيوية، في كان أزمة لدول النمور الآسيوية بسبب برضو عمليات بيع هو برضو كان السبب فيها. ثروته حاليا تقدر ب25.2 مليار دولار، يعني 25 مليار و200 مليون دولار، وترتيبه الحالي 29 على مليارديرات العالم، ده طبعا طبقا لمجلة فوربس. طب ليه برضو نصايح، ايه اهم النصايح اللي قالها لنا؟ بيقول ان العواطف الشخصيه ليس لها اي مجال في اسواق المال، يعني ما تخليش ان النفسيه بتاعتك هي اللي تحكمك في السوق، لازم يكون في انضباط والتزام بالطريقه اللي انت داخل بيها. بمعنى ان انت مش معنى ان الصفقه عكست عليك شويه او خساره بسيطه ان انت تبتدي تخاف او تقلق، خلاص انت محدد وقف الخساره بتاعك، ملتزم بالطريقه ومنضبط، خلاص ما تخليش السوق هو يسيطر عليك، ما تخليش ان انا خلاص طالما عكست عليا ان انا ازود في العقود. ونفس الفكره اللي قلناها من تاني، كل المضاربين بتاكد على النقطه دي. يعني انا لما دايما نقرا الكتب اللي هم كتبوها او المقالات او الاحاديث الصحفيه اللي كانوا بيعملوها، كان دايما اهم حاجه وقف الخساره، الالتزام بوقف الخساره باي شكل من اشكال، هو اهم حاجه هتحافظ على حسابك. في ناس كتير وطرق كتير بتعتمد على المضاعفات وهجوم التعزيز او التبريد، كل الكلام ده مصيره ان انت هتخسر حسابك. حتى لو كسبت منه شهر اتنين تلاته وحققت منه ارباح كبيره، مصيره ان انت هتخسر حسابك، لان الطريقه غلط. وقف الخساره هو اكتر حاجه بتخليك تحافظ على الحساب. النصيحه الثانيه بيقولها لنا، الاسواق الماليه لا تعكس الحقيقه كامله. ركز على قيمة الشيء وليس سعره. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الاسعار لو هي بتطلع او بتنزل، ده مش معناها ان هو هيعكس اتجاهه، يعني لو هو بيطلع فترة كبيرة مش معنى كده انه خلاص قرب ينزل، لا. دايما السعر هو ليه؟ بيعمل ضجيج للعواطف. ضجيج السعر هو اللي بيحرك العواطف. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الاسعار لما بتتحرك لفوق او الاسعار بتتحرك لتحت، بتلاقي الناس دايما تتحرك بالبيع والشراء على طول. فما تخليش انت ضجيج الناس او العامه من المتداولين هم اللي يحركك السعر، لا، لازم انت يكون لك رؤيه واضحه لكل صفقه انت داخلها. في ليه نصيحه تانية بيقول لك، لابد من الاعتراف بالخطا وايقاف الخسائر في الوقت المناسب. يعني ايه؟ يعني انت مش معنى ان انت دخلت صفقه وخسرت فانت كده غلط، لا، انت ممكن تكون طريقتك صح وانت دخلت صح، بس هي الصفقه ضربت وقف الخساره. لازم تعترف ان في وقف خساره، مفيش حد في العالم او من المتداولين كل صفقاته كانت ربح بس. لازم تحدد وقف الخساره ولازم تعترف بيه، وحتى لو الصفقه ضربت وقف الخساره، ده مش معناه ان انت غلط، فلازم تعترف بفكره وقف الخساره. في نصيحه تانية بيقول، كل لما النظام او الطريقه اللي انت شغال بيها كل ما كانت معقده، او كل ما كانت فيها مؤشرات كتير واساليب كتير علشان احقق نسبه الدخول، هنا النتيجه بتبقى في الغالب فيها مشاكل كتير. كل لما الطريقه هتبقى بسيطه والطريقه اللي انت داخلها ليها امور واضحه وظاهره، هنا انت النتائج هتبقى مثمره اكتر. في ناس انت اول ما بتشوف الشارت بتاعه على الميتا تريدر بتلاقي حاطط
حوالي 20 مؤشر، متوسطات وار اتس اي وماكد، وفي مؤشرات كتير حاططها. مش معنى ان انت حطيت مؤشرات كتير معنى ان انت كده عندك طريقة صح، او ان انت كده بتتوقع غلط. انت فكرة كل لما هتعقد الفكرة عليك، كل ما هتعقد تحط مؤشرات اكتر، الموضوع ده مش في الغالب بتحقق نسبة الخطأ اكبر. عشان كده دايما بنقول كل لما كانت الامور ابسط، كل لما كانت المؤشرات بتاعتك واحد او اتنين، او اسلوبك في المتاجرة واضح وانت عارف ومحدد انت هتعمل ايه، بيبقى ابسط. فهنا سروز بيقول حاول ان انت على قدر الامكان ان تخلي اسلوبك في التجارة او النظام اللي انت هتشتغل بيه يكون سهل وبسيط، ما فيهوش حاجات معقدة. النصيحة التانية اللي بيقولها لنا، الاسواق تتسم بالعشوائية في بعض الاحيان، لذلك لابد من وضع سيناريوهات بديلة. بمعنى ان انت في عملية الشراء بتاعتك ممكن في حاجة تحصل في السوق، او خبر ما يظهر في السوق، او نتيجة مؤشر ما من مؤشرات المالية اللي بتظهر تعكس الرؤية اللي انت كنت حاططها، او شمعة معينة في سلوك سعري حصل. لو في منكم اللي حضر معانا المحاضرة اللي فاتت، شرحنا يعني ايه سلوك سعري، ويعني ايه نتوقع تحريك يعني السعر يتحرك ازاي بناء على علاقات الشموع. ممكن يعني شكل ما او سلوك سعري ما يخليك تغير وجهة نظرك في السوق، فانت لازم تكون حاطط سيناريوهات بديلة ايه اللي هيحصل. ما تكونش واخد الموضوع ان انا خلاص انا طالما قلت شراء ان الصفقة لازم تحقق التارجت وخلاص، لا، انت لازم تتابع السوق وتتابع الصفقة ايه اللي ممكن يحصل. في سيناريوهات كتيرة ممكن تحصل للصفقة. هنا بيقول في نصيحة تانية بيقولها لنا، اتخاذ قرار استثماري يعني دخولك لصفقة ما، هي انت كده بتقدم الطريقة بتاعتك للعمل. مش الهدف الرئيسي من تداولاتك هي كسب المال، وليس لتكون على حق في كل صفقة. هي نفس الفكرة بتاعة تقبل الخسارة. مش معنى ان انت حققت صفقة لصفقة ما خسارة معنى ان انت كده ان الطريقة غلط، لان في ناس كتير بتتخلى عن طرقها اللي بتحقق منها ارباح كبيرة لسبب ما انها حققت خسارة، فده غلط. زي ما قلنا انت لازم تتمسك بالطريقة بتاعتك، ولو هي فعلا بتحقق اجمالي نسب ارباح على مدار تداولاتك في الشهر مثلا، فالطريقة ناجحة. لان في ناس كتير بمجرد ما خلاص ضرب الصفقة ضربت ستوب والصفقة التانية ضربت ستوب لوس، فهو خلاص يتخلى عن الطريقة ويبدأ يدور على نظام تاني، ويبدأ يعيد معاه نفس الموضوع، يشتغل معاه شوية حلو، ومجرد ما بيضرب وقف الستوب بتاعه يبدأ يغير وجهة نظره. فهنا جورج سوروس بيقول لك، لا، انت مش داخل عشان تقول انا صح في السوق، انت هنا بتقدم الصفقة وهي يا اما هتحقق ربح او خسارة. لازم تحسب الاجمالي ايه اللي هيحصل، اجمالي الصفقات ايه اللي هيكون فيها مظبوط. مش معنى ان انت ضربت او صفقة ضربت خسارة مرة او اتنين معنى كده ان الطريقة غلط. هنتكلم بعد كده عن بول تودر جونز. طيب، بول تودر جونز هو مواليد عام 1954، هو مستثمر امريكي الاصل. ثروته حاليا في فبراير 2017 من مجلة فوربس تقدر ب4.7 مليار دولار، هم حققها كلها من التجارة في أسواق المال، وهو يعتبر من أغنى 120 شخص على مستوى العالم، ويعتبر من أفضل 22 مدير من مديرين المحافظ وصناديق الاستثمار على مستوى العالم. معروف عنه دايما العمل الخيري، وعنده مؤسسة اسمها روبن هودز التي بتركز دايما على الحد من الفقر. في حاجة تاني احنا نزلنا نتكلم على جورج سوروس. جورج سوروس دايما هو مش اقتصادي بس، هو دايما ليه احاديث سياسية وبيتكلم في السياسة كتير، ودايما ليه تصريحات سياسية بتأثر كمان على الأسواق الاقتصادية. خلينا نشوف النصايح اللي قدمها بول تودر جونز. بيقول لك هنا، لا تركز على كسب المال بل ركز على حمايته. بمعنى مش كل همك ان انت عايز تكسب الفلوس بس، او ان انت تكون لك ان انا باصص للصفقه بمجرد ما دخلتها ان انا ابص ان انا عايز احقق الربح بس، مش شايف ان انت ممكن تحقق خساره او تحمي حسابك. دايما تودر جونز قصده، او دايما حتى في من دايما نصايحه، ان انت طول ما انت عندك راس مال ومحافظ عليه، طول ما انت موجود في السوق، طول ما انت موجود في السوق هتقدر تحقق ارباح اكبر. فهنا دايما بيقول لك حاول بقدر الامكان ان انت تحافظ على حسابك بوقف الخساره، وان انت تحميه من الخسائر الكبيره. الحاجه الوحيده اللي انت ما تعرفش تسيطر عليها
الحاجة الوحيدة اللي انت ما تقدرش تسيطر عليها هي الخسارة الكبيرة، ان الخسارة لو زادت عن 20 30 40% خلاص انت هنا الخسارة بقت كبيرة، فلازم تسيطر على الموضوع ده بوقف الخسارة. بيقول لك حاجة تاني من النصايح بتاعته، قلل حجم عقودك اذا كان اجمالي تداولاتك سيئة، وزود زود عقودك في حالة اجمالي تداولاتك جيدة. بمعنى في يوم ما وانت في اثناء تداولاتك سواء بتتريد في نفس اليوم، انت حققت خسارة مرة وحققت خسارة تانية، الصفقات اللي بعدها ما تحاولش تزود احجام العقود. انت ممكن في اليوم ده يعني سبب ما السوق في احداث جوهرية هتحصل، او في خبر ما السوق لسه متوقعه، ففي تذبذب كتير بيضرب لك وقف خسارة، فانت بقدر الامكان. طيب هنتكلم على ان هو عنده من اهم النصايح اللي بيقولها، ان انت اثناء تداولاتك لو حققت صفقات خساره يعني متتاليه حاول تقلل العقود بتاعتك، وفي المقابل لو انت في يوم حققت ارباح كبيره او حققت ارباح متتاليه حاول تكبر حجم العقود بتاعتك. هنا انت ممكن تقدر تكبر العقود بتاعتك عادي. هي الشاشة كده ظاهرة قدامكم عادي القواعد الذهبية لبول تودر جونز، ولا في حاجة تاني مختلفة؟ تمام ظهر تمام. طيب هنتكلم بعد كده على النصيحة اللي بعدها، بيقول اتبع الاتجاه العام ولا تتداول ضده. بمعنى ايه؟ انت لو محدد الاتجاه العام لزوج ما صاعد، وليكن اليورو دولار صاعد، مش معنى ان انت شفت صفقه عكس الاتجاه ان انت تدخلها، لا. هنا بيقول لك لا، دايما اتبع، طالما الاتجاه العام صاعد حاول تكون مع الاتجاه، ما تحاولش تتبع طريقه، او حتى لو يعني تتبع دايما الاتجاه كده صفقتك بتكون نسبه نجاحها اكبر، ما تخشش عكس الاتجاه. وبيقول من النصايح التانية اللي بعدها، بيقول تعامل مع حسابك بموقف الدفاع وليس الهجوم، بحيث تستطيع المحافظة على الخسائر. هي نفس فكرة وقف الخسارة، هو من اهم نصايحه وشدد على موضوع تحديد وقف الخساره، وان انت تحافظ على راس مالك. طول ما انت موجود في السوق ومحافظ على راس مالك، طول ما انت هتقدر تكمل في السوق. فاهم نصيحه تقريبا هو بيقولها لنا هنا، حاول تحمي حسابك من بنظام وقف الخساره. من النصايح التانية اللي قدمها، لا تجعل الغرور في نفسك يقتل حساب. بمعنى ايه؟ في ناس بمجرد ما بتحقق هدف مرة أو اتنين أو تلاتة أو حقق وليكن شهر أرباح، هنا الغرور بيقتله. بمعنى إنه خلاص بيقول أنا تقريبا ملكت السوق، أو أنا أقدر أتوقع إيه اللي هيحصل في السوق. الكلام ده هنا بيحذرك منه، ما تخليش الإيجو بتاعك يخليك تدخل صفقات كبيرة أو بأحجام عقود كبيرة، وتتخلى عن مبدأ الانضباط اللي احنا قلنا عليه في الأول، اللي انت لازم تكون عندك انضباط وعندك طريقة واضحة وعندك التزام بالطريقة بتاعتك. مفيش حاجة تغيرك، لا الخسارة كتيرة ممكن تخليك تدخل بعقود أكبر، ولا لو أنت حققت أرباح كبيرة تخليك تزود عقودك وتقول أنا خلاص أنا كده بقى توقعي للسوق صح. فهنا دايما بيحذرنا من الموضوع ده. في نصيحة تانية بيقولها لنا، لو أنت عندك صفقة ومحققة خسارة ومش قادر تحكم عليها، لازم في الوقت ده تخرج من الصفقة دي فورا. لو أنت دخلت صفقة بدون أسباب واضحة، ده أكبر حاجة غلط. لازم تكون في السوق او قبل ما تدخل الصفقه بتاعتك تكون محدد انت داخل ليه، ووقف خسارتك فين، وهدفك فين. تقريبا احنا شفنا ان النصيحه دي كررها تقريبا كل المدربين الكبار اللي احنا شرحناهم قبل، بيكرروا ويعيدوا في نفس النقطه، ان دي من اهم القواعد اللي احنا ناس كتير بتتخلى عنها، وده من اكتر الحاجات اللي ممكن تحقق لك خساره. هنا بيقول لنا البناء شيء صعب، لذلك حافظ على ان تدمر حسابك. برضو وقف الخساره، انت عشان تبني حسابك ده وتحقق ارباح ده شيء مش سهل، وبصفقات كتيره. الطريقه الوحيده ان انت عشان تحافظ عليها هي وقف الخساره. في حاجه تانية بيقولها لنا، عامل الوقت مهم لتحديد ما اذا كان سوف يتم الاختراق او كسر دعم. بمعنى ايه؟ في مثلا انت دخلت صفقه ما وقدامك نقطه مقاومه، نقطه المقاومه دي السعر مش هو جنبها يعني بيوصل لها، لكن مش عارف يعديها. فهنا بيقول لنا ان عامل الوقت ده مهم جدا ليك، انت لازم تخلي من اهم اهتماماتك مع السعر والوقت، ان لو السعر حاول في قعد وقت كبير ما يعديش المقاومه دي او يكسر الدعم،
فانت تتوقع ان هو هيرتد في نفس عكس الاتجاه اللي كان فيه، مش هيكسر المقاومه او هيكسر الدعم، لان لو في مشترين اقوياء فعلا وقدامهم مقاومه هيقدروا يعدوها. فالنقطه دي هو بيقول ركزوا فيها، ان عمل الوقت مهم مع المقاومه او الدعم. بيتكلم تاني على متوسط محرك، متوسط المتحرك بتاع 200 يوم. متوسط محرك متحرك ال 200 يوم من اهم ميزه ليه، ان هو بيحدد لك اتجاه السوق العام. يعني طول ما السوق او السعر فوق المؤشر، فوق الموفينج افريج 200، انت توقع ان خلاص هو هنا السوق واخد اتجاه صاعد، على ايا كان او ايا كان الاطار اللي انت بتستخدمه، ساعه او 4 ساعات. يفضل تكون يعني كل ما كان اكبر متوسط المحرك كل ما كان هيخليك يعني اكبر، بس هو اكبر حاجه 200، يعني اكبر حاجه اتفق عليها اغلب المحللين هو 200. وفي الفريمات الاربع ساعات وانت فيما اكبر هي اكتر حاجه بتحدد لك اتجاه السوق. الفريمات الصغيره تقريبا ما بتحددش اتجاه السوق حتى لو بمتوسط 200 يوم، بمعنى ان انت لو فاتح شارت الربع ساعه او ال10 دقائق وعليها متوسط 200 يوم، فده ما بيحددش اتجاه السوق العام. من 4 ساعات فيما فوق هيحدد لك الاتجاه اكتر، والافضل واكتر من ال4 ساعات كمان اليوم. هنا بول تودر جونز بيقول لك ان انت لو استخدمت الاطار اليومي على المتوسط متحرك 200 يوم والسعر فوقه، انت كده السوق صاعد، كل صفقاتك الشراء نسبه نجاحها اكبر. احنا نكون هنا وصلنا لنهايه المحاضره. بشكر كل الحضور من الاخوه والاخوات، وان شاء الله يعني اكون موجود معاكم باذن الله يوم الجمعه الجاي. اللي حابب يحضر يقدر يسجل من خلال الموقع الويب سايت بتاع الشركه equity.com.